فلو قدر الإنسان فعلا بذل الجهد أو أخبر عن القبلة والذي أخبره لم يكن صادقا أو كان جاهلا وكان يظنه يعرف ذلك، فإذا عرف اتجاه القبلة وهو في الصلاة تحرك وهو في الصلاة، تحرك وهو في الصلاة يغير اتجاهه فيصلي إلى القبلة. وكذلك لو عرف اتجاه القبلة بعد الصلاة وكان قد سألها صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. فالمهم أن الإنسان لابد أن يتأكد من معرفة القبلة، لكن إذا أخطأ وقد بذل السبب لا شيء عليه إن شاء الله تعالى.